سجلت مملكه البحرين ارتفاعا طفيفا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 31 حاله قائمه جديده منها 11 حاله لعماله وافده و16 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى اربع حالات قادمه من الخارج في حين لم تسجل اي وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة تعافي 40 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 319 حالة